السلام عليكم اخواتي. اليوم في اذواق وشهيوات فاطمه جبت لكم نوع من انواع الجبن، جبن الايطالي. يعني سبق وقدمت لكم وصفه تاع الجبن، لكن هذه المره وصفه مختلفه تماما وكذلك لذيذه وصحيه. ان شاء الله بربي تنال اعجابكم. نروح الان للمقادير تاع هذا الجبن. يعني كل خطره نبدلو، كما نعرفو شهر رمضان الفاضل على الابواب، يعني خطره على خطره نديرو نوع من انواع الجبن نوع نبدلو. هنا عندنا نصف كاس تاع رايب، يعني الرايب ماشي اللبن، رايب. هاد الكاس يعني اي كاس تاع ليموناد ندو النص تاعه. هنايا بالمقدار تماما 10 سنتيلتر تاع رايب. عندنا من كاس حتى الكاس ونصف زيت، هاد الكاس يرفد 13 سنتيلتر. يعني ندو احنا والكثافه اللي رانا باغينها تاع الفرماج تاعنا. عندنا ملعقه كبيره تاع اكل تاع خل، يعني هذا الخل البني ولا الابيض اللي متواجد عندك. عندنا 5 حبات تاع جبن مثلثات، وعندنا ملح وفلفل اسود. نبداو على بركه الله في طريقه التحضير. نديرو الرايب تاعنا، نديرو القرصة تاع الملح، يعني ما نكتروش لانه رانا دايرين ديجا الفرماج، ما نكتروش الملح. ونضيف الحبات تاع الجبن تاعي اللي هما 5 حبات مثلثات ولا نوع اخر. الان شنو غادي ندير؟ الميكسي هادو نستعملو ميكسر. شوفوا غادي نضيف الزيت تدريجيا، غادي نضيف الزيت بالتدريج ونميكسي. وهنايا كميه الزيت اللي قلت لكم من كاس حتى لكاس ونص، هنا ملاحظه على حساب الكميه تاع الرايب اللي ندوها. لدينا كميه تاع رايب كبيره ندو نكثروا الزيت ونميكسي. ديجا بدا، شوفوا كيما تشوفوا ديجا بدا يتقل عندي. غادي نضيف الزيت هنا على حساب الكثافه تاع الجبن اللي انا باغينها. نضيف هنا نضل نبقى نميكسي حتى نتحصل على الكثافه اللي رانا باغينها. من بعد نضيفو في الاخير الخل، ونضيفو المنسمات اللي انا باغينها، معدنوس ولا زيتون ولا ثوم ولا. انا غادي نكمل ومن بعد نتلاقاو نشوفو جاهز ان شاء الله. الجبنة تاعنا كيما راكم تشوفو بعد ما برد نخلوه في الفريجيدير. شوفو نتحصلو على هاد القوام، يعني يجي خاطر. انا هنا درت له الملح ودرت له المعدنوس، كاين الاضافات يعني يبقاو اختياريين، كاين اللي بغيتي الزيتون الثوم تبقى اختياريه. نحتفظوا به في الفريجيدير لمده 3 ايام، يعني شوفوا خير من اللي نشروه من برا. يعني كميه قليله تاع مقادير، عفوا كميه تاع المقادير قليله، لكن الجبن طاتنا غرفيه كي من هذه كميه وفيره. ان شاء الله بربي يعجبكم هذا الفيديو، تنجحوا في الوصفه. ما عليكم غير ديروا لي جيم وابوني للقناه. كما نقول لكم دائما نقارح في الدعم تاعكم اللي به نواصل المجهودات تاعي. والى الملتقى مع فيديو اخر ان شاء الله.